بعد نهاية مهرجان الجونة السينمائية، أغلى 4 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء. الأزياء والمجوهرات من أكثر القطع التي تحب الفنانات إبرازها خلال إطلالتهن على السجادة الحمراء في المهرجانات والمناسبات الفنية المختلفة. وظهرت العديد من الفنانات بإطلالات مميزة في مهرجان الجونة السينمائية، لكن بعضهن ارتدين فساتين أو إكسسوارات كانت الأغلى على مدار أيام المهرجان الماضية. وبعد حفل الختام الذي انطلق مساء اليوم، نذكر لكم أبرز أغلى الإطلالات. 1. مها الصغير ارتدت في يوم الافتتاح موديلاً غير تقليدي لكنه غريب، كان عبارة عن فستان باللون الفوشيا طويل مصنوع من الدانتيل ومزين بالدانتيل الأسود من عند الصدر مع بليزر أسود طويل وواسع، ما جعل الإطلالة غير مناسبة. وبالبحث عن تفاصيل الإطلالة وجدنا أنها من تصميم العلامة التجارية الشهيرة كريستوفر كين، وسعر الفستان 990 دولاراً والبليزر 932 دولاراً، ليكون مجموعهم 1922 دولاراً بما يعادل نحو 30,000 جنيه مصرية. 2. رانيا يوسف ارتدت خلال 3 أيام المهرجان فستاناً مليء بطبعة النجوم من تصميم مصمم الأزياء الألمانية فيليب بلين. وأشار موقع مصمم الأزياء الألماني فيليب بلين لأن الفستان صنع بإيطاليا ضمن مجموعة ربيع وخريف 2019 ويبلغ سعره 1399 يورو بما يعادل 26,000 جنيه بعد الخصم من مبلغ 1998 دولار بما يعادل نحو 35,000 جنيه. 3. إلهام شاهين ارتدت في 5 أيام فستانا أوف وايت ساتان أدوار متعددة به نقاط سوداء بلوكا دوت، ويعلوه كارديجان بنفس الألوان ولكنه بنقاط أصغر من الفستان، ونساقت مع الفستان حقيبة سوداء مزينة برسمة نحلة معدنية واسترسات لامعة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وارتدت قرطا متدليا. ترمز النحلة الموجودة على الحقيبة إلى أنها تابعة للعلامة التجارية الشهيرة جوتشي. وبالتصفح في موقع جوتشي وجدنا أن سعر الحقيبة 2300 دولار، أي بما يعادل أكثر من 36,000 جنيه مصرية. 4. ياسمين صبري كما أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائية في دورته الرابعة بسبب حملها حقيبة يد من ماركة هيرميس بيركن المعروفة بارتفاع سعرها، وتم تصنيع هذه الحقيبة خصيصا لأجلها، وتم تدوين حرفين من اسمها YS على الحقيبة، وتتراوح أسعار حقائب اليد في ماركة هيرميس بيركن من 600 دولار بما يعادل 9,640 جنيها مصريا إلى 400,000 دولار بما يزيد على 6,200,000 جنيه مصرية، ويتم تصميمها بناء على طلب صاحبها.